مشاهدنا الكرام، مشاهدي الزوجة وعمل ايه الكارثة والمصيبة الكبرى. الزوجة طبعا قدام حضراتكم رحاب. اهلا بيك يا رحاب، يا مدام رحاب على جريدة اهل مصر. عرفينا ايه اللي حصل في بيتكم هنا، من الزوج جالكوا امتى والساعة كام، وايه اللي دار بين اخواتك وبينه؟ حضرتك هو جالنا هنا كانت حوالي الساعة 10، 10 إلا في الحدود دي يعني. جه وقف برا، اتصل على أخويا، قربي معاك شوية. جه وقف برا، ما مش كوش هقول كده. وبعدين حضرتك هو أخويا جه من شغله، وأخويا التاني جه، فكان واقف برا. أخويا قال له ادخلوا اقعد جوه يا ابني، مش ينفع نتكلم في الشارع، احنا أهل عيب. قال له لا احنا نتكلم في الشارع. جه بيتكلم مع اخويا، كلمه من دوت على كلمه من دوت، ما لحقش. ما اخويا لسه بيتكلم عادي معاه، لا بص لقاه رافع دماغي وحط القطر على رقبتي والمطوه في جنبي. انا هموتها، انا هذبحها. اخويا يقول له يا ابني استهدى بالله، يا ابني اتكلم حلو سيبها، احنا رجاله نتكلم مع لو هي مش نافعه معاه. قعد يغلط وكده وراح عامل فيها كده. اخويا بحوش عني راح طعن كام يعني، ضربك بالمطوة كام؟ لا لا لا، ما ضربنيش كام مرة، هو حط القطر على رقبتي، بس القطر اصلا حامي، اتعورت هنا. واخويا بقى ده لولا كله عشان ايه يا مدام رحاب؟ مشاكل في بس، فاخويا بيحوش عني او بيدافع عني، كان مصيره كده. 57 غرزة في جسمه، 57 غرزة في جسمه، لأخوك في كل حتة في جسمه. تمام، هنشوف كده محمود. يعني احنا النهاردة برضو هناخد الأسرة كاملة، اللي الزوج طبعا دخل عليهم في البيت، وزي ما حضراتكم شايفين ده محمود أخو المدام رحاب. احنا طبعا بنعتذر لانقطاع البث. أهلا بك يا محمود عجاية في أهل مصر. الأول ربنا يتم شفاك على خير. إيه اللي حصل يا محمود هنا في أمدكم؟ حاسس انا كنت رايح شغلي، اتصل بيا قال لي 10 دقايق لو ما جيتش عندي انا هموتهم كلهم. المهم جيت، فاتصل لقيته بيتصل بناس وكده، فقلت له عيب تعالى ندخل جوه نتكلم. فالمهم اقنعته بالروح كده، وقعدت نتكلم انا وهو. المهم هو الفكرة كلها ان هو عايزة ترجع، وهي خلاص تعبت من المعاملة ومن الطريقة ومن العيشة نفسها ومن الضغط المادي، ومفيش، هو مش بتاع شغل وبيشرب مخدرات وبودرة وبيضربها وهي نايمة. فالمهم ان هي برضه عايزة تعيش عشان عيالها، واحنا برضه بنحاول ما نعملش مشكلة. طالما هي قادرة تعيش بتعيش، طالما مفيش. هو أول مرة يعمل يعني يرفع حاجة زي كده هو بصراحة. خبطك كم غرزة، ولا انت متخيل كم غرزة دي كده؟ أنا أخد 25 غرزة في وشي، 25 من هنا غرزة في لعندي وشي. بعد ودني ده عملهم بإيه ده؟ أنا قطر، ما شفتش بصراحة، أنا ما شفتش قطر. يعني أنا ما لحقتش أشوف حاجة. أنا ضربته هو بالخبطة بيعور الغرزة. بالقطر، ولو عايز بقى يموت حد بيغزه بالمطر، يعني بس كان معاه قطر. وكان معاه قطر في ايده ومطر في ايده. فأنا ما راح قايم، أنا ما حسيتش ده كله بعد ما اتعورت وشفت الناس بتصرخ والناس بتحضني واللي بيصوت يعني. لكن أنا مستغربين من اللي حصل. انا نفسي مش عارف الناس دي بتعمل كده. انا طب انت شايف ليه هو ما غير دفعتش عن نفسك؟ برضه 30 غرزة في ورقه. حضرتك انا ما مش شايل سلاح، مش ده مجهز، ما على مش. انتوا كام اخ يا محمود؟ هو دخل هنا كام اخ اللي عمل فيهم كده؟ انا كان ليا اخ ولد تاني واختي ومرات اخويا ووالدتي. عور كام واحد في البيت بقى؟ كلنا كام عدا كام ابويا، فرد؟ ما كانش موجود. 5، احنا كده 5 افراد، احنا الثلاثة واخويا ومراته. بس انا اكتر الاصابات يعني. انت هو كم عشان هو كم اللي غرزة دخل. كم غرزة؟ 25 في وشي و30 في رجلي. 57 غرزة. في ايديا وترين مقطعين، عملت عملية وقطع وترين، يعني كده جروح، جروح كانت شديدة بقى مش جرح صغير. ايوه. لا لا لا، مكتوب في التقرير جروح قطعية. عاملين محضر بكده يا مدام حنان؟ 3 محاضر، تلات وعملت محاضر 3 تقارير طبية. الحاجة قلوبنا معاك يا حاج، ربنا يتم شفا ولادك على خير ان يا شاء رب الله. بس يشفي هي كل كده مريض يا رب. الاول يا حاجه ادعي لهم ان ربنا يتم شفاهم على خير. يا رب هم ولا زيهم يا رب. ايه اللي حصل يا حاجه اما وخمس اولاد عندك دخل عليهم الزوج المتوحش وعمل كده؟
قدم على غدر على خيانه مش كانوا عاملين حسابهم. رقبتها والمطوه في ظهرها من ورا. بقول انت بتعمل ايه بزوق وكده؟ بعد كده ما شفتش عيالي مساكم اللي لقيتهم منزلين في الارض. ليه يعني عملنا له ايه ده كله بيعمل فينا كده؟ كنا عاملين له الشاي والله. احنا هو انت مثلا ما فيش 10 رجل معروف وتردون بالمعروف الادب والاحترام، انما ما فيش ايش خلاص. قلنا ليه كده؟ خدنا على غدر على خيانه مش كنا متوقعين يعمل فينا كده واحنا قاعدين لا بينا ولا علينا. حنا ولا بنتعملش مشاكل من حد والناس كلها تشهد. مش عارفين ان ليه كده يعني هيستفاد ايه من ازيد ابني كده و... هو انت يا حاجه كنت فين ساعه اللي حصل ده؟ ساعه المتوحش لما دخل عليكم المنظر ده؟ والله انا قاعده ببرت لبسين لما كان علينا ولا علينا والله. وخشيت لقيت حس قلبي في سجن وخشيت عليهم هنا لقيته زلقه بكام عم رقبتها كده. لبنتك ولا لابنك؟ لبنتي. حطت البتاع دي يعني قطر على هنا قال حد ده قطر وده قطر ومطوه واخدهم الاثنين والمطوه في ظهرها. انت بتعمل ايه؟ وزوجه كده وبعد كده ما شفتش الا روح لقى في الارض وجهه. ده كان عايز يعمل فيها ايه؟ مش يعني هو كان بينتقم منها كده. قلنا بنحبه زي ابننا ما في اي حاجه ولا عمر فيه. كمل يا حاج. طب انت يا حاجه اما حصل اللي حصل ده انت كان رد فعلك ايه؟ فعلا بدافع عن بنتي بعد كده. جربي كده المايك عليك. بدافع عن بنتي اللي كده حط الدهون على المطوه دي على في ظهرها والبتاع اللي كان معايا ونسيت اسمه قطر يا حاج. الدهون على رقبتها. بقول انت بتعمل ايه؟ ويقول لي جرب عليها هذبحها. هيذبح بنت حنان؟ يذبح مراته يا بنتي. رحاب زنقها في اللعب على الوقف على الكنبه وهو عم رقبتها كده اهو يعني قطع رقبتها والمطوه في ظهرها. انت بتعمل فيها ايه؟ وانت داخله بس عشان يشرب عشان مفيش حاجه. بتطلبي بايه يا حاج؟ بسلم ربنا يعفى عن ابني ويشوفوا يعني حاجه يكون منها عيش بدل ما كده عجز ايديه مش قادر يشتغل ولا يصرف على عياله ولا يعمل حاجه. حقه كده هو يعني ليه يعمل فينا ليه كده؟ عملنا له ايه ده كله؟ احنا عايشين كل كام سنه عملنا ما حصل منه اي غلط ولا اي حاجه. وقعد عياله هنا قبلها بيوم وقاعدين هنا وجه عشان يعمل ده هو اللي فينا. قعد عياله وحشوا من هنا عشان يحصل لهم اي حاجه. ونولنا على الغدر واحنا ما كنا عنياتنا عشان احنا مش بتعمل مشاكل اصلا. روح خلينا نعمل ابني كده فيه عجز دراع من قدر يشتغل ولا شبك العيش وساكن يعلم بربنا. شغال ايه ابنك يا حاج؟ مبيض محاره يعني بدراعه. بدراعه شغال النهارده اشتغل بدراعه وهياكل ما اشتغلش بدراعه ربنا اللي هيرزقه الرزق ربنا الاول. ونعم بالله يا ابو المؤمنين المحيطين بالله والحمد لله. انما يعمل فينا ليه كده؟ عملنا له ايه ده كله؟ مش عملنا فيه حاجه وحشه؟ عم قلنا